الصعب إنك تلاقي حد يهتم بيك، إنما السهل إنك تبدأ أنت بالاهتمام علشان تلاقي حد يدور على كل اللي يخليك مبسوط ويعمل. اهتم تكون تاجر للسعادة، وخلي ربحك محبة الناس وانت اكيد هتكون مبسوط. خليك بشوش وابتسم في كل الوشوش، خليك لحظة امل لشخص يائس، خليك النور لما يشتد الظلام، خليك الحاجة الحلوة اللي محدش يقدر يستغنى عنها، وما تسألش ليه دايما انا اللي ابدأ، علشان انت اللي بتدور على السعادة، وعلشان تكون مبسوط لازم تشتريها، وتمنها هو محبة الناس ليك وصورتك في عيون اللي حواليك. اهتم تصنع حياة في قلب كل شخص وانت هتعرف يعني ايه السعادة. وللحديث بقي هايدي دياب.